هي مشكلة عائلية، ما أقدر أوصف أكثر من كذي، ولكن ممنوع من السفر 4 سنوات فعلا أحمد أخوي، يعني حتى عندي خواتي صغار ممنوعين من السفر، فلحظة اللقاء كانت جدا مؤلمة. الوالد يعني طريقتهم ما هدوه، يعني احنا كنا مودينا داخل ونبي نجيبه مرة ثانية، باليالا هدوه أبو، يعني أبو هذا الصغار شلون احنا الكبار قاعد نتألم، فما بالك صغار صغار يعني شعوره أكبر، والجاهل دائما ما ينسى، أو عفوا الصغير دائما ما ينسى. أقول لكم شعب عظيم، شعب ما في مثله، ولو تقيسينه في شعب العالم كله، الشعب الكويتي يمتاز بالمشاعر والتعاطف والإحساس، شعب حر بمعنى الكلمة، لا ينسى الجميل ولا ينسى يعني الفضل لنوابه أو لأي كان قيادي في الدولة ولا كذا، الشعب يعني يستحق التقدير والاحترام والعيشة الكريمة، شعب عظيم. لو تقولين شنو يعني الكلمات ما أقدر أعبر عن الشعب هذا، يعني يكفي أن مشاعرهم من مشاعرنا، تحسين أنه يعني كأنه وياك كأنه بنفس البيت، يعني تلقين إحساس بعض الناس خارجيا خارج البيت أقوى من إحساسه داخل البيت. الشعب يعني كله إحساس وكله شعور وكله تعاطف وانتماء لهذا الوطن وانتماء لشعبه نفسه بعد، شعب كبير.